أستاذ حسين حربي، أنت من مركز المنشاه محافظة سوهاج. نعم. عندك مشكلة بتواجهها في بعد البناء على في بيتك على الأرض الزراعية. نعم. ومعرض لسجن سنتين وغرامة 100,000 جنيه. احكي لنا إيه المشكلة؟ المشكلة أنا بنيت هنا في 2018، فحرر لي ثلاث محاضر، محضر ب 100,000 وسنتين سجن، والمحضر الثاني بشهر وسنة سجن، والمحضر الثالث ب 10,000 جنيه و 300 غرامة. تمام. فقالوا في مصالحات نازله. تقدمت لمجلس مدينه المنشاه وقدمت الاوراق المستوفاه وطلبوا طلب التصالح، ووافق عليه بطلب التصالح، واخذ مني مبلغ 526 جنيه ايصال توريد، وتمت المعاينه واخذت الورقه بتاعتي واعطوني جواب قال تديه في المحكمه يتم ايقاف الاحكام عليك. توجهت الى المحكمه ولا للمحامي، قالوا معالي المستشار ما ياخذش هذا الجوابات. انت واخذ قرض؟ واخذ قرض. اه كم؟ البنك ناقص 60. 60,000. 60,000. انت موظف؟ موظف. طيب انت دلوقتي حضرتك معرض للسجن وعليك الغرامه دي، الغرامة. يعني الدفع الحبس. الدفع الحبس. تمام. بتطالب بيه يا استاذ حسين؟ اطالب بالمساعده، واطالب يعني ان المحكمه تقبل المصالحه مني. علشان انا لو ما قبلتش المصالحه مني البيت اتدمر. لو قبلتش المصالحة مني أنا وخدت سنتين سجن، كل ده حيتدمر، بيتي حيتدمر، وظيفتي حتتدمر، جايب تروسيكل اللي بتعايش عليه 1000 جنيه في الشهر حيتدمر. يبقى كده أنا لا حستفاد، وظيفتي توقف عليا، ولا حستفادش من أي شيء. أتمنى من الله إن المصالحة تتقبل. يعني طيب. أنا عامل ورقة وعامل جواب على أساس إن معالي المستشار الموقر ياخد الجواب ويعمل لي إيقاف لحين ما تيجي اللجنة. اللجنة انبتت في القانون وقالت حيتم المصالحة يقبل، قال لا مش هنصطلحوا مع راجل المدعي عليه، يبقى ينفذ حكمه، وأنا راضي بحكم الله.